شو رايك انظفك انت؟ تعال معلومة انا استوي ارباب خلاص ملياردير حصلت انا ملياردير اخاف من الله واخاف من التبتي كفو ما شاء الله كبرت يا ولد نعبالي حساسية بسم الله بسم الله كانت اكبر كذبة سمعتها في حياتي لما محمد صلاح جاب الجون ان مصر هتاخد كاس العالم دي اكبر كذبة سمعتها في حياتي حياكم الله في أولى حلقاتنا في برنامج بدون فلتر على فكرة راح يكون فيها نخبة من الفنانين والإعلاميين ورواد السوشيال ميديا كل اللي قلناهم راح يكونوا عندنا بدون فلتر شو يعني يا بوستو؟ نوت على بوستو بوستو ماي فريند أنا مبرأي مشاكل أنا متفوق الدراسة طالع أول في المنازل أنت زينة ما عندك ما عجد شو يعني الغبقة؟ شو الغبقة؟ أنا أروح مسجد سوي الله أكبر أبرا السلوك في البداية جاني شخص قال يا بيصور معاك قلت له ضفج عارف اللي أبي الضارب معاه عرف في كمية مشاهير الحين قاعدين يطلعون كذابين سررت جدا بتواجد مع الإعلام الكبير خالد الغيلاني في برنامج فلتر برنامج جماعي شو صاير والله يهديه